وقد أكد المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بولس حليم تحسن الحالة الخاصة بالمصابين في حادث كنيسة مريمينا بحلوان. وقال المتحدث باسم الكنيسة إن مقرر لجنة الأزمات بالمجمع المقدس زار مصابي حادث حلوان للاطمئنان عليهم، حيث نقل إليهم متابعة البابا توادروس الثاني لحالتهم الصحية، لافتا إلى أن منسق مكتب رعاية الشهداء والمصابين بالكاتدرائية يتابع حالتهم باستمرار.